أخبار الرابعة مشاهدينا، أينما كنتم أهلا بكم. البداية بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام، وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة إلى الشعب الجزائري هذا نصها: أيتها المواطنات أيها المواطنون، يأتي احتفاؤنا باليوم الوطني للمجاهد، والجزائر اليوم تعيش سنة الاحتفاء بالذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية في عهد تسخير المقدرات والثروات الوطنية لخدمة الشعب الجزائري الذي يتطلع إلى أن يرى جزائر شهداء قوية بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية، فخورة بأمجادها عبر الحقب التاريخية وما سجله لها التاريخ من تضحيات محفوظة في ذاكرتنا الجماعية التي يقع على عاتقنا واجب صونها، ويتعين علينا السهر على حمايتها من مكر أولئك الذين ما زالوا يجرون وراءهم منذ عقود حقدهم على انتصار الجزائر المستقلة السيدة وبطولات خالدة. وما الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام في 20 أوت 1955 و20 أوت 1956 إلا شواهد على مآثر جيل من الوطنيين الأحرار رسم للجزائر مصيرها وأورث شعبها قيم الحرية والشموخ. إننا ونحن نحتفي باليوم الوطني للمجاهد نحيي في هذه السانحة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الذي شهد معه الشعب الجزائري في 5 جويلية الماضي لحظة من لحظات الاعتزاز بإنجازاته الوطنية من خلال مشهد بهيج يعبر عن وفاء الأمة للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة. أيتها المواطنات أيها المواطنون، إنكم بالحس الوطني الأصيل تدركون مدى ما ينتظرنا جميعا على طريق الصعود بالجزائر إلى المكانة الجديرة بها، وتلمسون في الميدان الجهود المبذولة والخطوات المحققة لتدارك الوقت المهدور واستعادة الموارد التي استباحها الفاسدون وعبثوا بها من أجل وضع البلاد من خلال ما تعهدنا به أمام الشعب على عتبة الانطلاق نحو ديناميكية تنموية تطلق المبادرات وتحرر الطاقات ليعلو فيها الحق ويسود فيها الإنصاف. وإنني أكرر بهذه المناسبة الوطنية الخالدة أنه لا مكان في الجزائر التي نبنيها معا للممارسات التي أضرت بثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وأن القانون فيها يردع كل من يجرؤ على حرمة أموال الشعب أو يسيء لضوابط شرف الانتماء إليها. وفي ذات الوقت فإن الأبواب مشرعة أمام كل الطموحات وتطلعات للكسب في مناخ نظيف وشفاف، وفي إطار ما وفرته الدولة من الحوافز والتشجيعات لخلق الثروة ومناصب الشغل. أيتها المواطنات أيها المواطنون، إذا كانت أيامنا التاريخية كلها مدعاة للاعتزاز ومنها هجومات الشمال القسنطيني بقيادة الشهيد البطل زيغود يوسف ورفاقه الصناديد في 20 أوت 1955 وانعقاد مؤتمر الصمام بإفري أوزلاغن على ضفاف وادي الصمام في 20 أوت 1956، فإن وفاءنا للشهداء الأبرار ورسالتهم الخالدة يدعونا إلى السير على نهجهم لبناء جزائر اليوم القادرة على مواجهة تحديات الأوضاع في محيطها الإقليمي، وجزائر الغد المواكبة للتحولات على الصعيد الدولي. وفي الأخير أتوجه بالتحية والتقدير للأخوات المجاهدات والأخوة المجاهدين، متعهم الله بالصحة وطول العمر، وأترحم معهم على أرواح شهدائنا الأبرار وعلى من سبقهم من رفاقهم المجاهدين إلى جنة الخلد إن شاء الله. تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشية إحياء الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام التي تعد محطة هامة في تاريخ الجزائر الحافل بالتضحيات والبطولات التي ضحى من خلالها أبناء هذا الوطن بالنفس والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر في كنف الحرية والاستقلال، وقفة استذكار لهذه البطولات في هذه الورقة لربيعة بوسيتي. لم تزل ثورة نوفمبر المجيدة
تقض مضجع الاستعمار الفرنسي منذ اندلاعها عام 54، حيث استنفذ كل السبل لإخمادها ونزع فتيلها انطلاقا من وصفها بكل النعوت، على غرار حرب عصابات، حركة تمرد وغيرها من الأوصاف، وصولا إلى محاولات تطويقها ميدانيا. لكن ساحات الوغى دمغت هذه المزاعم من خلال هجمات الشمال القسنطيني التي شنها جيش التحرير الوطني بقيادة البطل زيغود يوسف بتاريخ 20 أوت 55، إذ رسخت الاقتناع بأن الثورة ثورة شعب هب للتحرر واسترجاع سيادته الوطنية، وهي الهجومات التي أعطت نفساً متجدداً للثورة، نفساً كان بحاجة إلى أحكام التنظيم الثوري وتقييم مسار الكفاح لمعالجة الاختلالات واستدراك الثغرات التي برزت خلال سنتين من اندلاع الثورة المسلحة. وكان ذلك في رحاب مؤتمر الصمام في 20 أوت 56 بقرية إفري أوزلاجن ببجاية. هذا اليوم أعطى دفعة إعلامية قوية عالمية على أن الثورة الجزائرية لم تنتهي وإنما نهضت وكأنها نوفمبر جديد. كذلك أيضا هذه الهجمات أعطت رسائل للعالم بحيث فرضت القضية الجزائرية في الأمم المتحدة في الذكرى 10 بأن هذا الدورة تكسب فيها القضية الجزائرية وتنهزم فيها فرنسا صاحبة العراقة الدبلوماسية. مؤتمر الصمام كان محطة تقييمية وتنظيمية لمستقبل الكفاح من أجل التحرر، بما خرج به من قرارات منها إصدار وثيقة سياسية شاملة تعتبر قاعدة إيديولوجية تحدد منهجية الثورة المسلحة، مرفقة بتصور مستقبلي للآفاق والأسس التنظيمية للدولة الجزائرية. بهذا الميثاق تم فيه تحديد الحدود الدولية للدولة الجزائرية، تم تحديد فيه مبادئ السياسة الدبلوماسية الثورية للثورة الجزائرية، تم تحديد فيه العلاقات بين هياكل الشعبية للشعب الجزائري، تم كذلك تحديد فيه كل مجريات ما يتعلق بالوحدة الوطنية. 20 أوت يوم المجاهد، يوم جمع بين سنتين مختلفتين لمحطتين خالدتين من الثورة المجيدة. الأولى دحضت مزاعم الاستعمار ومحاولاته لوأد الثورة بهجومات زعزعت أوصاله، والثانية لمت شمل الرفاق حول هدف أسمى، تحرير الجزائر ورسم معالم الدولة الجزائرية المستقلة. في موضوع آخر، تحكم تام في بؤر الحرائق شرق الوطن بفضل تضافر جهود كل الفاعلين بعد الحرائق التي مست عددا من ولايات شرق الوطن وخلفت 37 ضحية وأكثر من 200 مصاب، كما تتواصل الجهود من أجل التكفل بالمتضررين بإشراك الجمعية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني. وضمن هذه الجهود وصلت اليوم إلى ولاية طرف القافلة التضامنية للهلال الأحمر الجزائري التي انطلقت أمس من الجزائر العاصمة. القافلة تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية إلى العائلات المتضررة من الحرائق بعدد من ولايات شرق البلاد. نتابع. استقبلنا هذا الصباح رئيسة اللجنة الوطنية للهلال الأحمر الجزائري، دارت لنا زيارة هنا إلى ولاية الطارف إثر الحرائق التي شبت بالولاية والتي راح ضحيتها العديد من الأفراد والأشخاص، وحمل ببعض المستلزمات تاع الحرائق مثل الأغطية، الأفرشة، الأدوية. في حادث مرور مميت توفي صباح اليوم 3 أشخاص وأصيب 27 آخرون في انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى منحدر طريق واد بيبي ببلدية تملوس ولاية كيكتا. إن لله وإنا إليه راجعون. تبقى الحيطة والحذر والالتزام بقوانين المرور الحل الوحيدة لتجنب هذه الحوادث.
بالأغواط ومع ارتفاع درجة الحرارة، خرجت ميدانية لفرق قمع الغش ومراقبة الجودة والأسعار إلى الأسواق والمحلات من أجل السهر على مدى احترام التجار لمعايير النظافة لتفادي التسممات الغذائية. المتابعة لعيسى التومي. عدم احترام شروط الحفظ لبعض المواد الغذائية سريعة التلف لا سيما في فصل الصيف يشكل خطرا على صحة المستهلك، وهو ما دفع بمديرية التجارة لولاية الأغواط لتكثيف الخلاجات الميدانية لإعوان الرقابة ومراقبة النوعية والوقوف على مدى احترام معايير السلامة في عرض هذه المواد. يتم الوقوف على مدى إلزامية النظافة والنظافة الصحية عند عرض الأغذية للاستهلاك، ومن ناحية النوعية بالنسبة لمحلات الإطعام أو المحلات القصابات. ويتركز عمل الأعوان على معاينة سلسلة التبريد للحوم بأنواعها ومشتقات الحليب باستعمال أدوات القياس. على كل مستهلك يعني جزائري مثلا لما تكون تشري أكيد أنت حتتابع تاريخ صلاحية نوع المنتج كامل هذه الأمورات. اللحوم هذه البيضة هذه الحوايج اللي معدل المدة الصلاحية قصيرة جدا، كما الياورت كما الحوايج الألبان هذه لازم في نهارك. مصالحنا خلال السداسي الأول من سنة 2022 حققت 2868 تدخل، إن جرى عنها تحرير 1621 مخالفة من خلال تخصيص أكبر عدد من الأعوان وتسخير أكبر عدد من الوسائل المادية لضمان حماية المستهلكين من خطر الوقوع في التسممات الغذائية. وتقوم مصالح التجارة موازاة مع ذلك بحملات تحسيسية ضد التسممات الغذائية، والذي يتسبب بها غالبا انعدام الثقافة الاستهلاكية. في إطار عمليات مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات، تمكنت فرقة البحث والتدخل لولاية بشار من ضبط مشتبه فيهم وحجز كميات من الأقراص المهلوسة والكيف المعالج. نتابع هذا التصريح. العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة وردت لعناصر الفرقة تفيد بقيام شخصين على بيع وترويج المؤثرات العقلية. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، أينما كانت العملية من توقيف الشخصين وحجز 786 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع وكمية من المخدرات يقدر وزنها الإجمالي ب 386.1 غرام وآلة حادة. بموجب ملف إجراء قضائي سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار. دوليا، وفي الشأن الفلسطيني، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عرب عن قلقه بعد إقدام سلطات الاحتلال على غلق المكاتب لسبعة منظمات حقوقية بالضفة الغربية، واصفة إياه بالغلق الصهيوني التعسفي. الهيئة الأممية التي طالبت سلطات الاحتلال بتراجع فورا عن هذا القرار أكدت أن ما قام به الاحتلال يمثل اعتداء يزيد بشكل كبير من تقويض مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني على الأراضي الفلسطينية. إلى أخبار الرياضة الآن. وضمن ألعاب التضامن الإسلامي بقونيا تركيا، فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين بالجائزة الدولية الكبرى تومرزا للدرجات على الطريق بتوقيت قدره 3:03:08 من المئة، فيما احتل الدراج نسيم سعيدي المرتبة الثالثة بتوقيت قدره 3:03:09 من المئة. هنيئا لكل المتواجدين الجزائريين بهذا الفوز. في الرياضة العسكرية الآن، وموصلة لفعاليات المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022، شهد ميدان القفز للقاعدة الجوية عين والسارة بالناحية العسكرية الأولى اليوم إجراء منافسة القفز المظلي بقوام فصيلة مع تنفيذ سباق على مسافة 10 كيلومترات. المرحلة هذه عرفت مشاركة 16 فريقا في ظروف تنظيمية محكمة وسط أجواء تنافسية عالية. هذا وكان اليوم الثالث من هذه المنافسة قد شهد إجراء سباق المطاردة بالعربات القتالية. السباق كان مفتوحا طواقم على مستوى منطقة بوغار بولاية المدية من ناحية العسكرية الأولى، وشهد خط الانطلاق مشاركة 5 دول من بينها الجزائر، حيث جرت المنافسة في ظروف تنظيمية محكمة وسط أجواء تنافسية عالية بين الفرق المشاركة، أين تم تسجيل أحسن توقيت
فرديا. نبقى دائما في أخبار الرياضة. استعدادات وتحضيرات متواصلة بولاية مستغانم تحسبا لاحتضان كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات عند الفئة الناشئين وسط إشادة وتثمين من قبل الأسرة الرياضية لاختيار ولاية مستغانم استضافة هذا الحدث العربي الرياضي. المزيد عن هذه التحضيرات نتابعها مع محمد الأمين بقدوري. مدينة مستغانم تجمع بين الطابع السياحي الثقافي والرياضي. تتأهب هذه الأيام لاحتضان كأس العرب عند فئة الناشئين في طبعتها الرابعة. سكان ولاية مستغانم لازم يشاركوا في نجاح هذه الدورة العربية ويطلعوا بقوة للملعب المركب. إنه لا شرف عظيم لاحتضان ولاية مستغانم تظاهرة مثل التي ستجري هذه الأيام القليلة إن شاء الله، ونتمنى بذلك النجاح والتوفيق للفريق الوطني الجزائري. سيكون المركب الرياضي الرائد فراج مسرحا لهذه الدورة العربية، صرح رياضي يحتوي على العديد من المرافق التي تتوفر على كافة المقومات. الأمور يعني جارية يعني في وتيرة يعني عالية لاحتضان هذه الدورة. إن شاء الله كما تعلمون المركب الرياضي رائد فراج يحتوي على عدة وحدات، منها القاعة متعددة الرياضات وكذلك المسبح، قاعة كذلك الايروبيك، وعندنا كذلك كما نقولوا لوبرج، وكذلك خاصة الملعب محمد بن سعيد هو اللي غادي يحتضن هذه الدورة. هذا وتعد كأس العرب للناشئين أول تظاهرة دولية رياضية يحتضنها مركب الرائد فراج بولاية مستغانم. أخبرنا بذا تمت، لقاؤنا يتجدد تمام الخميس في نشرة إخبارية مفصلة. إلى ذلك الحين طابت أوقاتكم.